بيانات التضخم، ولكن دعنا ننقل كل هذه التطورات وكيف يكون أثرها على تحركات الأسواق. تنضم إلينا من عمان نادية البلاسي وهي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. أهلا بك نادية معنا. يعني نترقب عن كثب هذه البيانات، ولكن إلى أي مدى قد تأتي هذه البيانات يعني مثل ما نتوقعها وباستمرار ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكي؟ اهلا وسهلا رمضان. طيب نعم، يعني نتوقع ارتفاع او تسارع طفيف في معدلات التضخم، وهذا الشيء سيكون يعني في تفاعل شديد وكبير في الاسواق العالميه، لانها كانت معدلات التضخم عند 3%، الان نتوقع عند 3.3%، وهذا ممكن يغير من احوال والسياسه النقديه بتاعه البنك الفيدرالي. فيعني هذه البيانات ستكون جدا مهمه وحاسمة لليوم، خصوصا على المؤشرات الأمريكية وأسواق العملات. نعم، دعينا ننتقل من الوضع في أمريكا إلى أوروبا. وقبل قليل نحن كنا نستعرض تقرير حول إمدادات الغاز والأزمة التي ممكن أن تحدث فيها، يعني إلى أي مدى من الممكن أن يفاقم ذلك من أزمة التضخم القائمة أصلا في أوروبا؟ نعم، يعني بالفعل شهدنا هذه الأزمة الآن تحصل في العالم، وأيضا أزمة يعني ارتفاع أسعار النفط، أيضا هذه كلها عوامل تؤثر على التضخم وترفع معدلات التضخم. يعني ممكن أن الاستهلاك الشخصي للأفراد يقل، وهذا سينعكس لأنه على الاقتصاد بشكل إجمالي، لأنه يعني الاستهلاك هو العمود الفقري لدى الاقتصاد. فإذا هذا يعني انخفض بشكل كبير، ذلك سينعكس على كل أسواق الطاقة والغاز. نادية، برأيك يعني في ظل هذه المتغيرات التي يشهدها السوق أو السوق العالمي، أين ممكن قد يتجه المستثمر يعني في اختيار استثماراته الفترة المقبلة؟ يعني رندا، نتوقع الآن إذا كان في تغير في السياسة النقدية من البنك الفيدرالي، ستكون الاستثمار يعني المستثمرين سيتجهون نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب، لأن الدولار بالفعل سيضعف من غير رفع معدلات الفائدة مجددا. فلذلك سيكون اليوم حاسم لمتغيرات هذه يعني البيانات، وأيضا المؤشرات الأمريكية ممكن أن تستمر في الرالي الذي شهدناه منذ الشهر الماضي، ويعني أيضا أسعار النفط ممكن أيضا أن نشهدها تفوق يعني $90 لبرنت وال $87 للدبليو تي أي. فلذلك ممكن أن نشهد بيانات تضخم مرتفعة، ولكن إذا جاءت البيانات التضخم يعني منخفضة، فيعني لا سيكون في داعي للفيدرالي أن يكمل في رفع أسعار الفائدة، وهنا ستتغير يعني المسارات بالنسبة إلى أسواق الأسهم والعملات والملذات الآمنة. نادية، يعني كما تتابعي وتعرفي عن كثب أن البيانات الصينية الأخيرة كلها ليست إيجابية. ما هي تأثيرات ذلك على هذا الواقع، خاصة في ظل القيود الجديدة التي فرضها جو بايدن على شركات التكنولوجيا، خاصة الاستثمارات الجديدة في التقنيات الحساسة مثل الرقائق على وجه الخصوص؟ نعم، بالفعل الصين تواجه مشكلة كبيرة، يعني شهدنا هذا الأسبوع الصادرات أيضا تأتي بانخفاض حاد، وذلك انعكس على قوة اقتصاد الصين. لذلك يعني ممكن أن نشهد المزيد من التحفيزات، والتي ممكن أن أيضا تنعكس على قوة الدولار. ويعني كان في ميديا ريبورتس وبيانات تشير أن البنك الصيني بدأ في بيع الدولار، فهذا الشيء أيضا سيؤثر على السوق بشكل إجمالي. شكرا جزيلا لك نادية البلاسي، وأنت محللة الأسواق في إكويتي جروب، كنت معنا من دبي.